السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أحبار وعلماء اليهود على علم ودراية تامة بنعت وصفة نبي آخر الزمان، مذكور ذلك في كتبهم، وكانوا يرجون أن يكون من بني إسرائيل. وكان أيضا الأحبار وعلماء اليهود مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة وسلطان نافذ، بالإضافة إلى مكاسب من أموال وهدايا وغيرها. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا وبغيا وعدوانا وظلما وتكبرا عن قبول الحق، وخافوا أيضا إن اتبعوه أن يخسروا مكانتهم ومنزلتهم وسلطانهم والأموال والهدايا، فكتموا الحق المنزل من عند الله في كتبهم، ونزل قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عجبا لأولئك التعساء الجهلاء، اشتروا الدنيا بالآخرة، الضلالة بالهدى، العذاب بالمغفرة. وأنزل الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. أولئك المتصفون بهذه الصفات استبدلوا الضلالة بالهدى وعذاب الله بمغفرته، فما أشد جراءتهم على النار بعملهم أعمال أهل النار، فكيف يصبرون على النار وأنى لهم الجلد عليها؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وكأن هناك صفقة، وكأن هناك سلعة، وهناك ثمن، فهل كانوا يملكون الثمن؟ هل كانوا يملكون الهدى؟ الذي يمكن من الهدى ولا يأخذه كان معه، وكان معهم الكتب المنزلة من عند الله، وما فيها من نعت وصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرفضوا كل ذلك واستبدلوا الهدى بالضلالة. فكتمان العلم ضلالة، ونشر العلم هدى، وكتمان العلم سبب للعذاب، ونشر العلم سبب للمغفرة. جزاكم الله خيرا. الدنيا تفنى ويفنى ما فيها، ويبقى الضلال والعذاب لباغيها. ولو لم يلبس المرء ثيابا من الهدى تجرد عريانا ولو كان كاسيها.